تعالى النهاردة أوريك أسعار ومزايا وعيوب أحلى كومباوندز موجود في أكتوبر لبالم هيلز وفي استلام فيلل فوري. أهلا بيكم وريفيو جديد من سيلينج إيجيبت. النهاردة هنتكلم عن مشروع ذا كراون في بالم هيلز في أكتوبر. بالم هيلز اكتوبر واحدة من افخم واحلى الكومباوندز الموجودة في مصر، موقعها تحفة في اكتوبر في التوسعات الشرقية، واول حد ابتدى هناك هو بالم هيلز مع ياسين منصور. اول ناس ابتدت في التوسعات الشرقية ابتدوا يعملوا الكومباوند ميجا بروجكت على الجولف، وبعد كده ابتدى يتوسع ويعمل اكستنشن للكومباوند. الكومباوند يعتبر احسن من موقع الشيخ زايد نفسها، ليه؟ لان هو بيربط ما بين الدائري وفي نفس الوقت المحور، فانت لو عايز تطلع على المحور دقيقة بتبقى هناك، ولو عايز تطلع الدائري تقريبا دقيقتين بتبقى هناك من جوه المنطقه بتاعه بالم هيلز والتوسعات الشرقيه، فما بتحتاجش تعدي على زحمه خالص عكس الشيخ زايد اللي انت بتضطر تعدي على اول المحور او الجزء بتاع هايبر او كل الحته لحد مول العرب. وكمان بما ان هو ميجا بروجكت فهو موفر لك كل الخدمات حواليك، فانت ما بتحتاجش تخرج من المنطقه بتاعتك خالص، يعني في عندك مدارس انترناشونال في المكان، عندك منطقه اداريه وتجاريه سواء سوبر ماركت، صيدلية، مطاعم، خروجات، طبعا كل ده موجود بيربط بين الكومباوندز كلها بتاعته اللي موجودة دلوقتي، لان هو متقسم كذا كومباوند دلوقتي زي ما احنا شايفين، في جولف فيوز، في جولف اكستنشن، في جولف الجولف الاساسي، في ذا كراون، كل دول بيربطهم نفس الخدمات، المطاعم اللي هناك، المكاتب الادارية والمناطق التجارية. كمان هناك النادي بالم هيلز اكتوبر في كل الرياضات اللي انت محتاجها، ونادي كامل مش كلاب هاوس بيخدم كل الكومباوندز دي، حمامات سباحه، ملاعب، كل حاجه انت محتاجها. واخر حاجه طبعا واللي مخلي المكان ككوميونتي وكمان كان انت تبقى مبسوط وانت ساكن فيه، ان 100% من الكومباوندز دي فيلل فقط، تاون هاوسز وتوين هاوسز وستاندالون، فانت عايش في مكان كله ارضي اول بس او ارضي اول تاني، بتتكلم في فيلل بس، بتتكلم على فيوهات على الجولف او على لاجون او على لاندسكيب، فانت في مكان تبقى مبسوط وانت عايش فيه. لكن طبعا نقدر نقول ان هو واحد من اغلى الكومباوند اللي انت ممكن تسكن فيها في مصر عشان كل الخدمات والحاجات اللي احنا قلناها. قبل ما نتفرج على المساحات والاسعار اعمل سبسكرايب للقناة لو انت مش مشترك، وكلمنا على الواتساب لو حابب تنزل تشوف على ارض الواقع او محتاج تفاصيل الاسعار. في دلوقتي هناك في كذا حته متاحه، في جولف فيوز دي حاجات تبقى قريبه من الجولف، ودي بنتكلم في توين هاوسز، وفي فيلا مستقله موجوده في ذا كراون. تعالوا نشوف الشكل توين هاوس بيبقى عامل ازاي، وشكل الستاند الون فيلا او الفيلا المستقله بتبقى عامله ازاي، وسعرها بيبقى عامل ازاي. ذا كراون في حاجات فيلا مستقله كلها استلام فوري، وفي فيلا مستقله استلام 3 سنين اسعارها احسن شويه. يعني عندنا حاجات الفيلا المستقلة بتبدأ سعرها من 18 مليون، وده سعر كويس جدا لفيلا مستقلة بالمكان اللي هناك بالخدمات اللي موجودة هناك، وكمان بتوصل لحد 27 مليون لو مساحات كبيرة وفيها أسانسير، فيها الحاجات دي كلها. تعالوا دلوقتي نتفرج على تقسيمة فيلا مستقلة موجودة استلام فوري في ذا كراون. دي فيلا مستقلة مساحتها 341 متر، أو ما بندخل بيبقى على يمنا أوضة للضيوف أو مكتب ممكن مع حمام، بعد كده بيجي على شمالنا المطبخ ومعاه أوضة للناني أو مربية والحمام بتاعها، بعد كده بندخل بنلاقي الأسانسير، ده مكان الأسانسير بيوصل لحد الروف، وبعد كده السلم وتلات قطع ريسبشن، وفي قطعة رابعة تعتبر أو الدور لو انت حبيت تعملها بإزاز تبقى شيك قوي. وكمان في الجنينة بنتكلم في أكتر من 300 متر لأن مساحة الأرض 500 متر. بعد كده بنطلع فوق بنلاقي الليفينج روم، والليفينج دي ليها تراس، التراس ده اللي هو معاه أوضة بماستر بحمام بدريسنج. بعد كده بنروح للأوضة تانية معاها حمام، وبعد كده أوضة تالتة معاها دريسنج وحمام، يعني تلات أوض ماستر فوق غير الليفينج والتراس. وبعد كده بنطلع الدور الاخير الروف، وبنلاقي فيه جزء على الشمال وجزء على اليمين، ومكان الاسانسير موجود، وبيبقى الفيو بتاعه حلو قوي لان هو مرتفع شوية عن منطقة الجولف، وبالتالي تقدر تشوف جزء من الجولف من الروف.
لو جينا نتكلم بقى على العيوب، فاحنا بنتكلم في ان هو سعره عالي طبعا ككومباوند، ولكن اللوكيشن بتاعه بالكوميونتي بالمينتننس بالمكان هناك سعره يعتبر كويس. تاني عيب ممكن نتكلم عليه ان كل كومباوند منفصل عن التاني، وبالتالي كل كومباوند ما فيهوش كلاب هاوس، يعني هم كلهم ليهم النادي اللي بيروحوا، فانت لازم تتحرك من الكومباوند عشان تروح النادي. ما فيش كلاب هاوس جوه كل كومباوند، او كل كومباوند ما فيهوش حاجه غير شويه لاندسكيب ووتر فيتشر، وكمان بيبقى في تجاري واداري قريب منه لو انت حابب تطلع له. في النهايه لو انت اول مره تشوفنا، انا مصطفى شركه اتش ار اي، بنعمل سلسله فيديوهات اسمها سيلينج ايجيبت، بنقول كل المزايا والعيوب والاسعار للمشاريع الموجوده في مصر، سواء في التجمع، في الشيخ زايد، في الساحل، في البحر الاحمر، في كل مكان، بحيث انك تعرف تاخد القرار المناسب ليك. ولو انت محتاج استشاره مننا ممكن تبعت لنا على اللينك اللي موجود، او تبعت لنا على اي صفحه من صفحاتنا، وهنبقى معاك خطوه بخطوه سواء انت بره مصر او جوه مصر، كل البروسيس، ونساعدك ان شاء الله انك تاخد القرار المناسب. وطبعا كل ده من غير اي كوميشن. واعمل لنا فولو على الشانل على اليوتيوب عشان تشوف كل فيديوهاتنا.